إذا لاحظت في الكثير من النقاشات داخل الجسم المجتمع الأمريكي المساواة في الراتب، لغاية الآن الدولة الأمريكية بعظمتها لا يوجد فيها مساواة في الراتب على كل الاتجاهات وكل قطاع الأعمال في الراتب، أوكي؟ يعني موجودة. الشغلة الثانية، هي لا تمثل البشرة السوداء كما قلت لك، ولكن سوف تلعب على ورقة البشرة السوداء، يعني ولكن لا أقصد تمثلها. كامرأة، كامرأة يعني، صح. يعني الـ الـ الأمريكيون أنتم شرفتم أن يكون الرئيس أسود البشرة، يعني نعم، قد يكون من ممكن الممعن الآن تجربة ممكن، أن تكون لا، ولكن للتوضيح، هو أسمر البشرة، لم يلعب على ورقة ليس البشرة أبيض، السمراء. ليس أبيض، نعم نعم، ولكن لم يلعب على هذه الورقة. يعني أنا تصورت شخصيا في حالة استلامها، أو طبعا هي ما استلمت رسميا، لغاية الآن لم تستلم رسميا، لسه في شهر، يعني في ممكن، المرشح المفترض. نعم، المرشح المفترض، ولكن يعني بداية تصورت أنه يعني اكتسبت بعض الحنكة السياسية خلال وجودها مع الرئيس بايدن، أنا هكذا تخيلت يعني، ولكن من البداية. طيب ليش عملوا زي هيك مثلا؟ لأنه خسروا هم أصوات كثير، يعني هم الأصوات اللي خسروها، إذا لاحظت البولز اللي طلعت في الولايات المتحدة مؤخرا، الفرق تقريبا 5 نقاط، يعني ما بين، يعني إما ترامب أكثر شوية يا إما الرئيس بايدن أقرب شوية، ولكن إذا لاحظت التركيز الزيادة عند الرئيس ترامب من البشرة السوداء، النقص عند الرئيس بايدن من البشرة السوداء. طيب ليش الحكي هذا صار بهالطريقة هاي؟ خسر كثير من أصحاب البشرة السوداء وظائفهم. طيب نيجي للسيدة كامالا هاريس، بدها تنزل على الانتخابات وتأخذ مكان الرئيس بايدن، من أول يوم بدها تلعب على ملف البشرة السوداء. إحنا مجتمع البشرة السوداء في الولايات المتحدة مجتمع مغلق، كالمجتمع البدوي في بلاد العربية، الجميع يعرف بعضه، الجميع، يعني ممكن انت او انا او شخص يعني صاحب بشره شرق متوسطيه او بيضاء، ممكن الخداع والانتساب لاي طائفه تريد في الولايات المتحده، وممكن القبول وممكن ان تتم، الا في ملف البشره السوداء، الجميع يعرف بعض، الجميع يعرف بعض. فقصدي انا يعني اين الخبره السياسيه؟ يعني أنت لا تمثلي البشرة السوداء، يعني أنت سيدة من أصول هندية، لو أخذت الجانب هذا أنا أتصور كان في نجاح أكثر. لو أخذت الجانب اللي هو الجنوب أمريكي، اللي هو عندنا تعداد كبير جدا من الجنوب أمريكيين في الولايات المتحدة، لو أخذت الجانب هذا وهي أصلا بنت جنوب أمريكي، يعني كان بالعكس، كان هذا أعطاها بعد ثاني أكثر. حقوق المرأة، تركيز على حقوق المرأة، يعني هي معروفة إنها ليبرالية من الدرجة الأولى كمان هذه. طيب وين يعني موضوع الخلفة وموضوع الإجهاض وكذا، يعني هذا الموضوع حساس عند الجمهوريين وعند الديمقراطيين، هذا الموضوع مو حساس فقط عند الجمهوريين عند الديمقراطيين. طيب فعملية برضو اللعب على الملف هذا ملف الضيف، أنا تصوري يعني هم لازم إنه فعلا يعني يعطوا أجندة سياسية سريعة جدا لما يحدث حاليا في الولايات المتحدة، كيف سوف يعني يقومون بحلول جذرية للمشاكل، حلول جذرية للحرب الأوكرانية الروسية، للحرب في منطقة الشرق الأوسط، يعني هذا اللي ممكن يعتبر ملف سياسي. أما عملية توجهات باتجاه طوائف معينة، وعملية نرجع للقديم، المحاربة الشخصية ما بينها، إلا إذا بدها تفوت نفس الإطار اللي عمله السيد بايدن باتجاه السيد ترامب، أتصور يعني هذا راح يكون ملف فاشل، يعني تصوري الشخصي.